بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 32. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الشيخ رحمه الله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق، باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله رحمه الله لا تحويه الجهات الست، أي الله سبحانه وتعالى، جهات الست: الشمال والجنوب والشرق والغرب وما بين هذه الجهات. لا تحوي الله يعني لا تحيط به، ليس معناها أن الله ليس في جهة كما تقوله المعطلة، بل الله في جهة العلو. الرحمن على العرش استوى وهو العلي العظيم، فهو في جهة العلو، وهي جهة فوق المخلوقات، جهة فوق المخلوقات، وهي لا تحيط به سبحانه وتعالى، لأنه أعظم من كل شيء. نعم. وقول الشيخ رحمه الله تعالى لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق، باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، بل هو محيط بكل شيء وفوقه، وهو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، بكل شيء محيط، محيط بعلمه، محيط بذاته سبحانه وتعالى. والمخلوقات كلها صغيرة بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. نعم. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوقه، فإذا جمع بكل شيء، والله من ورائهم محيط، فهو محيط بكل شيء كما في هذه الآية. نعم. أنه محيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء وفوقه، صفتان: صفة الإحاطة وصفة العلو، فوق كل شيء. خافون ربهم من فوقهم، يعني الملائكة خافون ربهم من فوقهم، ويفعلون ما يؤمرون، فهو فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على الحلولية الذين يقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، فهو فوق مخلوقاته في جهة غير مخلوقة. نعم. فإذا جمع بين كلاميه، وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، وبين قوله محيط بكل شيء وفوقه، علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما يكون لغيره من المخلوقات، وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء. نعم. فهو هاتان الصفتان: محيط بكل شيء يعني من وراء كل شيء، وعال على كل شيء سبحانه وتعالى، جهة الإحاطة وجهة العلو، أو صفة الإحاطة وصفة العلو له سبحانه وتعالى. نعم. لكن بقي في كلامه شيئان، ويقال بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من خلقه،
وليس في خلقه شيء من ذاته، بائن من خلقه. هذه عبارة أهل السنة والجماعة. نعم. لكن بقي في كلامه شيئان، أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه أولى، وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو، وإن أجيب عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته. هذا هو المقصود. نعم. فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. نعم. الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه المبتدعات أي المحدثات، المبتدعات أي المحدثات. نعم. الثاني أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي، وفي هذا نظر، فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع، فإن العالم ليس في عالم آخر وإلا لزم التسلسل، وإن أراد أمرا عدميا فليس كل مبتدع في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره كالسماوات والأرض في الكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش، فسطح العالم ليس في غيره من المخلوقات قطعا للتسلسل كما تقدم. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال. يكفي هذا أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، وهو بكل شيء محيط كما وصف نفسه سبحانه بذلك. يكفي هذا من الدخول في التفاصيل. نعم. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر بمعنى البقية لا بمعنى الجميع، هذا أصل معناها، ومنه السؤر وهو ما يبقيه الشارب في الإناء، فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها، إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويا، بل هو غير محوي بشيء تعالى الله عن ذلك. ولا يظن بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النقيضين كما ظنه بعض الشارحين، بل مراده أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته، أو أن يكون مفتقرا إلى شيء منها كالعرش أو غيره. الطحاوية لها شروح، ولكن أحسنها وأصحها هذا الشرح، شرح العز بن أبي العز رحمه الله، اعتمده أهل السنة والجماعة. نعم. العز بن أبي العز من تلاميذ الإمام بن كثير، كما صرح بذلك هو في نفس هذا الشرح. نعم. وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر، فإن أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به. نعم. وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة، فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظرا، وإن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر، بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك. نعم. نحن لا نتكلم إلا بما تقتضيه النصوص، ونتوقف عما سوى ذلك، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ونحن لا نقول إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى. نعم. خصوصا في صفات الله وأسمائه. نعم. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم
يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف. مخالف. نعم، سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، إلى أن يطلع الفجر. ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. وليس معنى ذلك أنه إذا نزل تكون السماوات فوقه، بل نزوله يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ينزل وهو فوق كل شيء. نعم. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف، مخالف للكتاب والسنة. الله لا يقاس بأحد من خلقه، يقال إنه إذا نزل إلى سماء الدنيا تكون السماوات فوقه، لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فهو ينزل كما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم ينزل إلى سماء الدنيا، ولا تكون السماوات فوقه إذا نزل إلى سماء الدنيا، فهو جل وعلا يوصف بما وصف نفسه به وبما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتعدى ذلك أو نقيسه بخلقه. نعم. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: سمعت الأستاذ أبا منصور ابن حمشاذ بعد روايته حديث النزول يقول: سئل أبو حنيفة فقال: ينزل بلا كيف. انتهى. أيه صح، ينزل بلا كيف، يعني ما نقول كيف ينزل، نقول الله أعلم. الكيفية لا نعلمها، وإنما نثبت الصفة، والكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك اللي توقف أخف من اللي تخبط. الإنسان إذا جهل شيء يتوقف، هذا أحسن وأسلم من اللي يتخبط يجيب كلام لا دليل عليه. نعم. وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف، يعني لقصور علمه، لقصور علمه. الإنسان يتوقف في حدود ما يعلم، وما لا يعلمه يقول الله أعلم. نعم. ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول: لا مباين ولا محايث، لا داخل العالم ولا خارجه. هذا معناه العدم، لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا 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 ولا، هذا ينتهي إلى العدم، تعالى الله عن ذلك. يكفينا أن نتوقف مع النصوص، خصوصا في حق الله جل وعلا، نتوقف على النصوص ولا نكلف عقولنا وأنفسنا شيئا لا تطيقه ولا تحيط به. إنسان يعترف بقصور علمه ويعترف هو يعلم كل شيء ولا يحيط بكل شيء وفوق كل ذي علم عليم. لما سئل موسى: من أعلم، من أعلم من في الأرض؟ قال: أنا. الله جل وعلا قال له: إن لي عبدا أعلم منك، وعنده من العلم ما ليس عندك، يعني الخبر. فذهب موسى يطلب الخبر، ذهب يطلب الخبر ليتعلم منه، ذهب إلى أن وجد الخبر. وإذ قال موسى لفتاه، يعني خادمه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، يعني سنين. فمضى يطلب الخبر حتى وجده، فقال: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فتبع الخضر كما قصه الله سبحانه وتعالى.
الإنسان لا يقول أنا أعلم أو أنا عالم، ما يدعي لنفسه، حتى الأنبياء ما يدعوا لأنفسهم ذلك. نعم. لا داخل العالم ولا خارجه، فيصفونه بصفة العدم والممتنع، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على العرش، ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، أو يقول هذول الحلولية وهم كفار والعياذ بالله، لا ينزهون الله حتى من القاذورات والمحلات القذرة والحشوش، تعالى الله، يقولون في كل مكان. نعم. أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وسيأتي المسلم يقف مع النصوص ولا يتعداها، ولا يدعي لنفسه ما ليس لها من العلم. الإنسان قاصر مهما كان، فوق كل ذي علم، فوق كل ذي علم عليم، عليم يعني عليم مبالغة. نعم. وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه، أي الله سبحانه محيط بكل شيء، والله من ورائهم محيط، وفوقه فوق المخلوقات سبحانه وتعالى. نعم. إن شاء الله تعالى. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. المعراج حق، وهو الصعود إلى السماء، العروج إلى السماء، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عرج به إلى السماء، رفع إلى السماء. والإسراء هو الذهاب من مكة إلى بيت المقدس في الليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء، ثم نزل إلى الأرض، ثم جاء وحدث قريشا بذلك، فزاد تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا نحن نضرب أكباد الإبل شهرا إلى بيت المقدس، وهو يزعم أنه ذهب إليه في ليلة وعاد. صاروا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، يقيسونه على أنفسهم. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والعروج من الأرض إلى السماء. نعم. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. عرج بشخصه يعني بروحه وبدنه، وليس المراد أنه أسري بروحه أو عرج بروحه، بل بروحه وبدنه عليه الصلاة والسلام، لأن قوله بعبده يشمل الروح والبدن، فالروح لا تسمى عبداً ولا البدن يسمى عبدا وحده. نعم. وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. عرج لا مناما كما يقول من يقول إن هذا منام يعني رؤيا، لا، بل عرج به يقظة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم. إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه، إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى، وسمع صريف الأقلام، سمع صريف الأقلام التي تجري بالمقادير وتكتب المقادير، وكلمه ربه سبحانه وتعالى، سئل هل رأيت ربك؟ قال لا، نور أن أراه، حجابه النور، حجاب الله جل وعلا النور، لو كشفه لأحرقت سوحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فهو سبحانه لم يره أحد في هذه الدنيا،
ولا يستطيع أحد أن يرى الله في هذه الدنيا. لما سأل موسى عليه السلام قال ربي أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، صار تراب، الجبل الأصم صار تراب من عظمة الله جل وعلا، وخر موسى صعقا مغشيا عليه. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. نعم. إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى، صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله: المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد، وهي بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. هو أسري به على دابة يقال لها البراق، قالوا لها البراق، سريعة المشي، خطوتها مد بصرها، وعرج به إلى السماء مع جبريل عليه السلام. نعم. من العروج أي الآلة التي يعرج فيها أن يصعد، وهي بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. وقوله: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة. اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، كان الإسراء بروحه دون بدنه، وهذا غير صحيح. أسرى بعبده، بعبده، والعبد يشمل الروح والبدن، الروح لا تسمى عبد، والبدن لا يسمى عبد، بل لا بد من الروح والبدن. نعم. اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة. نعم. نقله ابن إسحاق. نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما. نعم. ونقل عن الحسن البصري نحوه. نعم. لكن ينبغي. نعم. ونقل عن الحسن البصري نحوه. نعم. لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما، وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قالا أسري بروحه ولم يفقد جسده، وفرق ما بين الأمرين، إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له هذا المثال، فما أراد أن الإسراء كان مناما، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه، ويجعلان هذا من خصائصه. وليس ذلك بصحيح، ليس هذا بصحيح، إنما أسري بروحه وبدنه، وهذا معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لا ندخل في كيفيتها. نعم. ويجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما، وهذا لا دليل عليه. نعم. وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت، وبين سائر الروايات. وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، ومنهم من قال بل ثلاث مرات،
مرة قبل الوحي ومرتين بعده، وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق، وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث، وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد البر. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله: يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5 فيقول: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5 وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص، ولم يعني شريكا. ومسلم أورد المسند منه ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث فأجاد رحمه الله. انتهى كلام الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله. وكان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم انتبهوا وكان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من بيت أم هاني، أسري به من كان نائما في بيت أم هاني، فأسري به من بيت أم هاني، لكن بيت أم هاني في مكة، والمكة مكة كلها يقال لها المسجد الحرام. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق صحبة جبريل عليه السلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد، وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه، ولا يصح ذلك البتة. بيت لحم الذي ولد فيه المسيح عليه السلام. ولا يصح ذلك البتة، ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل عليه السلام ففتح له، فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له، فرأى فيها يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم عليهما السلام، ابني الخالة يقال لهما ابني الخالة. فلقيهما فسلم عليهما فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون ابن عمران عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، فلما جاوزه بكى موسى عليه السلام، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله. البيت المعمور الذي تزوره الملائكة، تزوره الملائكة بحذاء الكعبة، هو في السماء ومحاذيا للكعبة.
ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال: بما أمرت؟ قال: ب50 صلاة. فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار أن نعم إن شئت، فعلى به جبريل عليه السلام حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري في صحيحه وفي بعض الطرق: فوضع عنه 10، ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال: قد استحييت من ربي، ولكن أرضى وأسلم. فلما نفذ نادى مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه. نعم، لأن الله جل وعلا لا يطيق الخلق النظر إليه في هذه الدنيا، وإنما في الآخرة يعطي الله المؤمنين قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم ليكرمهم بذلك. نعم. وقوله: ما كذب الفؤاد ما رأى، وقوله: ولقد رآه نزلة أخرى، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل عليه السلام رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. نعم، له 700 جناح عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما قوله 600 جناح. نعم. وأما قوله تعالى في سورة النجم: ثم دنا فتدلى، فهو غير المراد دنا وتدلى جبريل عليه السلام. نعم. وأما قوله تعالى في سورة النجم: ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه. نعم. كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما، فإنه قال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. السياق في جبريل عليه السلام. نعم. فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى. وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه، وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى جبريل، فهذا هو جبريل رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح. إيه نعم، فالروح وحدها لا تسمى عبدا، والجسد وحده لا يسمى عبدا، إنما المجموع، مجموع الروح والبدن يكون عبدا. نعم. والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع، ولا يمتنع ذلك عقلا. ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. فإن قيل: فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ فالجواب: يعني لماذا لم يعرج بالرسول من مكة؟ لماذا ذهب إلى بيت المقدس؟ نعم. فإن قيل: فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ فالجواب والله أعلم
أنه كان ذلك إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج، حيث سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن إطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. نعم، هذا من الحكم، وأيضا من الحكم أن لأجل يلتقي بالأنبياء، لأنه التقى بالأنبياء في بيت المقدس وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه، لأن العروج لا يكون إلا إلى أعلى، فدل على أن الله في السماء عال على خلقه. نعم. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، وبالله التوفيق. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به. نقف عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم تسمية الأولاد بأسماء الأنبياء مركبة كمحمد عيسى أو محمد موسى أو محمد إدريس وهكذا؟ ما له أصل هذا، جمع اسمين، جمع اسمين لشخص واحد، ما له أصل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عرج بروحه دون جسده، فهل يخطأ بهذا الأمر؟ أي نعم، لأن الروح لا تسمى عبدا، أسرى بعابده، والعبد اسم للروح والبدن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: آدم عليه الصلاة والسلام هل يقال بأنه رأى ربه لما كان في الجنة أولا؟ ما ندري، يحتاج إلى دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كانت أختي تقاطعني لأنني أنكر عليها كثيرا، وهي تفعل من المعاصي ما يحلو لها بلا مراقبة، فهل آثم بسببها وفعلها لهذه المنكرات، علما أن والدي حي لكنه عاجز؟ لا، استمر على مناصحتها، دعوتها إلى الله، لعل الله أن يهديها، وإلا على الأقل تبرئ ذمتك من مسؤوليتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، وبينما ورد في قصة المعراج لما وصل إلى سدرة المنتهى سمع صريف أو صرير الأقلام؟ ما هو معناه أن انتهت المقادير وانتهت؟ لا، صريف المقادير مستمرة، وهي كلها تفصيل لما في اللوح المحفوظ، كل المقادير تنسخ من اللوح المحفوظ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أراد أن يصلي في كل يوم 50 صلاة أخذا بالأمر الأول، فهل يجوز له هذا الأمر؟ يصلي 50 صلاة؟ نعم. أعوذ بالله، يعمل بشيء قد نسخ؟ ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الأنبياء الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، هل رآهم بأرواحهم وأجسادهم عليهم الصلاة والسلام؟ نعم، أحياء، حياة برزخية، هذه أمور برزخية، حياة برزخية يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ لا، هذا بدعة، ما احتفل بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا خلفاء الراشدون، ولا الصحابة، ولا القرون المفضلة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن الإسراء والمعراج كان في رجب؟ لا، يعني يقول اللي يعظمون رجب، يقوله الذين يعظمون شهر رجب، وشهر رجب مثل غيره من الشهور لا يزيد عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما الواجب في إدراك الجماعة في الصلاة؟ هل هي تكبيرة الإحرام مع الإمام أم إدراك الركعة الأولى؟ بمعنى، هل من يتأخر عن تكبيرة الإحرام باستمرار ويدرك الأولى، هل هو يأثم بذلك؟ يأثم على تأخره. لماذا يتأخر؟ لماذا يتعمد التأخر عن أول الصلاة؟ ألا يحضر إلا في آخرها أو في وسطها؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يثبت للملائكة عليهم السلام أنهم يرون ربهم عز وجل في الدنيا؟ الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما معنى قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه؟ يعني ولم يره بعينه، ولم يرى ربه بعينه، لأن أحدا لا يرى الله في هذه الحياة الدنيا، إنما هذا في يوم القيامة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: أكل لحم الإبل هل هو ناقض للوضوء؟ وهل في المسألة خلاف في هذا؟ الحديث الصحيح: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قالوا: أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، يعني توضأ من لحوم الإبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما الواجب على المسلم فيما يراه من منكرات وانتشار لحفلات الغناء من حوله؟ ما الواجب عليه شرعا في ذلك؟ الواجب أن لا يذهب إليها ولا يحضرها، إلا إن كان ينكر عليهم ويستجيبون له يمتنعون، وإلا لا يذهب إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أهداني شخص مالا وأنا أشك في كسبه، فهل أقبل هديته؟ إيه، أنت مخير تقبلها أو لا تقبلها، أنت مخير. الهدية ما يلزمك تقبلها، وإذا كنت في شك منها ومن إحلها فاتركها، هذه مشتبه، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: يوجد لدي حساب بنكي بفائدة كل 3 أشهر، عندما أذهب إلى البنك لمراجعة الحساب أحول كل الفوائد التي وجدت أحولها إلى الجمعيات الخيرية والمستشفيات، هل هذا جائز؟ لا، ما هو جائز، لا تأخذها، اتركها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، حول للجمعيات الخيرية شيء حرام، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز إنفاق أموال من الزكاة على مراكز تحفيظ القرآن التي يدرس فيها الفقراء والأيتام؟ لا، الزكاة ما تعطى للجمعيات، إنما تعطى للفقراء والمساكين، الأصناف الثمانية، حصرها الله في الأصناف الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ما نتعدى هذه الأصناف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم سفر المرأة بالطائرة بدون محرم إذا كان وليها لا يستطيع الذهاب معها؟ لا يجوز هذا ولا يحل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. افرض أنها راحت بالطائرة، الطائرة
غيرت المسار وذهبت إلى بلد آخر، من يستقبلها؟ افرض أنها مرضت في الطائرة، من يتولاها؟ من يحملها وينقلها؟ لا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: عندي غنم وأعلفها أكثر من أن أرعاها في البر، أريد أن أزكيها احتياطا وطلبا للبركة، فهل لي أن أفعل ذلك؟ لا، لا تفعل هذا ما دام أنك تعلفها أكثر الحول، هلا فليس فيها زكاة. إذا أردت تصدق منها صدق التطوع فلا بأس، جزاك الله خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم العمل في بيئة عمل فيها اختلاط بين الرجال والنساء، وما حدود الضرورة للعمل في هذا المكان؟ ما هنا ضرورة، ولا تقرب هذا المكان، ابتعد عن هذا المكان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اطلب الرزق في مكان نزيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما كيفية التوبة من شهادة الزور، وهل يلزم أن يبين ذلك بعد توبته؟ يذهب إلى القاضي الذي حكم بشهادته ويخبره أنه تراجع عنها، لأجل أن القاضي ينقض الحكم المبني عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: فتحت حسابا مجانيا في البنك بشرط أن أترك فيه بعض المال ويعطونني تأمينا صحيا مجانيا للأسفار، هل لي أن أستفيد من هذا التأمين إذا احتجت إليه بسبب البنك؟ لا، ما يجوز لك هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في آخر التشهد الأول وكذلك في التشهد الثاني، لما أقول: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هل لي أن أقول صلى الله عليه وسلم إذا ذكرته؟ لا، ما تزيد عن ما ورد، لا تزيد عما ورد، هذا الوارد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بلجيكا يقول: كنت أعمل في مؤسسة لرعاية الشباب هناك، وكنت أحيانا مضطرا لمصافحة النساء كالمألوف في بلدنا، تركت العمل لوجه الله، لكن الآن مع كثرة الحاجات ووجود حاجة لي، هل من الحكمة أن أعود إلى عملي للضرورة، أم تنصحني بعدم العودة وعدم فعل هذه المصافحة؟ يجب عليك عدم العودة المكان فيه ما ذكرت، ويرزقك الله، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول من هولندا يقول: ما حكم تعليق الأدعية أو أسماء الله عز وجل على الجدران لتعليم الأولاد؟ علمهم بدون تعليق الأولاد، ما تعلمهم ورق تعلقه، لا، علمهم، لقنهم تلقين، إذا كنت تريد لهم الخير لقنهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هناك من ينسب إلى فضيلتكم قولا، وهو أنه يجب علينا تقليد الأئمة تقليدا أعمى، ولا يلزمنا معرفة دليلهم، لأننا لا نعرف كيفية استنباطهم من الأدلة، يقول: هل ما ينقله صحيح؟ هذا كذب واضح، والأئمة يقلدون للعامي الذي ما يحسن معرفة الدليل ومعرفة الأحكام الشرعية، يقلد أهل العلم، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صحيح أن الذي لا يختم القرآن كل شهر يعد هاجرا له؟ أي نعم، هو السنة أنه ما يزيد عن شهر إلا وختم القرآن فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم غيبة الفساق؟ وش المصلحة من ذلك؟ إن كان هذا عند ولي الأمر من أجل أن يأخذ على أيديهم، تقول هذول يعملون كذا ويعملون كذا،
هذا من باب النصيحة، أما أنك تفكه بإعراضهم في المجالس هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز قراءة القرآن من المصحف الذي يوجد فيه تفسير للمفردات بلا طهارة؟ إيش؟ يقول: هل يجوز قراءة القرآن من مصحف يوجد فيه تفسير المفردات؟ إذا كان ما تمسه وإنما من وراء حائل أو مسطرة فلا بأس، من وراء حائل أو معك قلم أو مسطرة تمرها على الآيات لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم طواف المرأة الحائض إذا كان أهلها لن ينتظرونها؟ اليوم تسهلت الأمور، بإمكانها تذهب إلى المشرق والمغرب في الطائرة، فإذا طهرت يأتي بها وليها وتقضي حجها، لكن من أول يوم على الإبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين ما يسمى بالفراسة وبين ادعاء علم الغيبيات؟ إيه، يعني فرق. الفراسة يهبها الله لمن يشاء، صفة يهبها الله لمن يشاء، وأما ادعاء علم الغيب هذا حرام وكفر ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم العمل بوظيفة تعبير الرؤى وأخذ الأجرة على ذلك؟ لا أعلم دليلا على ذلك أنك تحترف تعبير الرؤى وتأخذ كسبا من وراء ذلك، لا أعرف دليل على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الأبناء العاقون الهاجرون لوالدهم، هل يجب عليه حق النفقة بالنسبة لهم؟ كيف؟ الأبناء العاقون الهاجرون لوالدهم، هل يجب عليه حق النفقة بالنسبة لهم؟ يجب عليه أن ينفق؟ إذا كانوا كبارا عليهم أن يكتسبوا ويطلبوا الرزق لأنفسهم، أقوياء والأعمال موجودة يطلبون الرزق ولا يتعلقون بوالدهم. يتعلق بوالده الصغير ولا المريض إلا العاجز عن الكسب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هناك من يقول بأنه على عقيدة الأشعرية وعلى مذهب الشافعي في الفقه والسلوك، يقول وعلى مذهب الشافعي في الفقه، وأما في السلوك فهو على مذهب الصوفية. سؤاله: هل تجتمع هذه الأمور في شخص واحد؟ هذا مشكل أجل، هذا مشكل، لا يصلح كلام. أتبع الحق، يتبع الحق، إذا كان يريد النجاة تعلم العلم النافع ويعمل به ويتبع العلم النافع ولا يقلد فلان وعلان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أسلم الرجل فهل يجب عليه أن يغير اسمه إذا كان معبدا لغير الله؟ إيه نعم، يغير الاسم المعبد لغير الله، لا يجوز البقاء عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: دعوت الله عز وجل أن يشفي قريبتي فشفاها، فهل يجوز أن أتحدث بهذا الأمر أمام الناس؟ تشكر الله، تشكر الله من باب شكر الله عز وجل. طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من عادتنا في البلد عند إجابة الدعوة إلى الوليمة أن نحمل هدية ونعطيها للزوجة أو للزوج، هل فعلنا هذا صحيح شرعا؟ لا بأس بذلك، هذا مما يورث المحبة بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا، والهدية تحل السخيمة. نعم. فلا، طيب هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الحياء عند إنكار المنكر فيترك إنكاره حياء؟ لا يجوز له أن يسكت على المنكر، بل ينكره بحسب استطاعته، والحياء
الدين ما فيه حياء، الدين ما فيه حياء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الزوج الذي يشعر بالضيق عند علمه بأن زوجته قد حملت بأنثى؟ لا يجزع من قضاء الله وقدره، وربما تكون الأنثى خيرا له، ما يدري وش الخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من دعي إلى وليمتين في ليلة واحدة فأيهما يقدم؟ قدم الأول، اللي دعاه الأول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: حلق الشارب بالموس هل هو مخالف للسنة؟ مكروه، مكروه، بل يروى عن مالك رحمه الله أنه يعزر من فعله. نعم، يعني تشويه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جزوا الشوارب، ما قال احلقوها، يقول جزوها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم لبس الملابس الرياضية التي تحتوي على صليب أو على شعار للكفار؟ ما يجوز لبس الملابس التي فيها صلبان، ولا الملابس التي فيها صور لذوات الأرواح، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم أو فيها شعار من شعارات الكفر؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم توزيع الكتب والمنشورات في المساجد بدون أخذ إذن بذلك من الجهة المختصة؟ ما يجوز توزيع كتب إلا بإذن من الجهة المختصة. نعم، يوزع كتبه وما يدري وش فيها، ربما تكون كتب ضلال، ربما تكون من الجهة المختصة تفحصها وتشوف مشرفيها وتعطيك الإذن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس الملابس الضيقة والقصيرة أمام إخوتها؟ لا، ما يجوز لها ذلك أمام إخوتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما الراجح في مسألة الأفضلية بالنسبة للسكنى في مكة أو المدينة؟ ما الأفضل فيهما؟ الأفضل مكة بلا شك، مكة هي أحب البقاع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من أمره أبوه بأن يطلق زوجته فهل يجب عليه الاستجابة لذلك؟ ما يجب عليه، لكن يراعي مثلا ملاحظة الوالد، لعل عنده ملاحظة ما درى عنها الولد، يسأله لماذا، يعني إذا أبدى له ملاحظة يقتنع بها ويطلقها، وإن كان أنه ما أبدى ملاحظة هو يسترضي والده، ما يزعج والده، يسترضيه ويبين له مزايا المرأة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا دخلت إلى مجلس فوجدت فيه منكرات فهل أكتفي بالإنكار بقلبي أم لا بد من خروجي؟ لا، ما هو الإنكار بالقلب، الإنكار باللسان، الإنكار باللسان. فإذا لم تستطع الإنكار باللسان، الإنكار بالقلب، ولا تجلس في المجلس اللي فيه منكرات، تخرج ولا تجلس تقول أنا منكرم قلبي، لا، ما يجوز لك تجلس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من وجد مالا كثيرا ولا يعرف صاحبه فكيف يعرفه في هذا العصر؟ يراجع المحكمة، يراجع القاضي في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب على الإنسان إذا رأى جريدة أو ورقة فيها اسم الله عز وجل ساقطة، هل يجب عليه أن يرفعها؟ نعم، إذا رأى اسم الله يقطعه منها أو يحرق الجريدة، المهم ما يتركها
يترك اسم الله في العرض ويتداول ويشوفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا أو فيها آية أو حديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المساجد التي يوجد بها شاشات تعرض فيها سورة الخطيب في جميع أرجاء المسجد، وكذلك أشجار الزينة تكون موجودة في المسجد، هل هذا أمر مشروع؟ لا، لا ما هو مشروع، هم مشروع ولو موجود في مساجدنا ولله الحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم النظر إلى نشرة الأخبار إذا كانت المذيعة امرأة، وهو يقصد سماع النشرة؟ يسمع بلا نظر إليها، يسمع بلا نظر إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، الحديث، هل هذا الأمر على الوجوب، يجب أن يغمس ثم يشرب؟ لا، إذا أراد أن يشربها يغمس الذباب ولا يهريق، ولا يهريق الشراب ويتلفه، يغمس الذباب، لأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، هذا مضاد للداء الذي في جناحه، لأنه يتقي بجناحه، الذباب يتقي بجناحه، يغمس الجناح الذي فيه الداء ويرفع الذي فيه الدواء، فأنت تغمسه من أجل أن يعمل المضاد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم قتل الحشرات المؤذية كبيت النمل مثلا عن طريق الإحراق بالنار؟ لا، لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يجوز بالنار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم الزواج من الكتابية، هل هو أمر جائز؟ نعم، المحصنة الكتابية وبس، المحصنة العفيفة عن الزنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: إذا كان لي زميل يفعل بعض المنكرات وقد ناصحته، فهل يجب علي أن أبلغ عنه السلطة؟ الهيئة، بلغ الهيئات، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المراكز، الهيئة لعلهم يناصحون ولعلهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: صاحب الشرك الأصغر هل هو مخلد في النار كالشرك الأكبر؟ لا، لا يخلد في النار إلا صاحب الشرك الأكبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا طلب معبر الرؤيا من الرائي أمرا منكرا لأجل تحقيق الرؤيا، هل يجوز له أن يفعل ذلك؟ ما أدري كيف، شلون؟ يقول: إذا طلب معبر الرؤيا من الرائي أمرا منكرا لأجل تحقق الرؤيا، هل يجوز له أن يفعل ذلك؟ لا، ما يجوز هذا، ويجب أنه يبلغ عن هذا الذي يعبر الرؤيا أنه يطلب منكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم حفظ القرآن كاملا، هل هو أمر واجب؟ لا، الوجوب ما هو واجب، لكن فيه فضيلة عظيمة لمن وفقه الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم زيادة سعر السلعة من قبل البائع، فإذا أتاه أحد يماكس فإنه ينزل له السعر، أما إذا لم يماكسه فيبقى على سعره الأول؟ هذا النجش، ما يجوز هذا، ما يجوز هذا، ما يرفع قيمة السلعة علشان إنه يطلب التنزيل، إلا صار جاهل ما يحسن وخذها على قولك أو بعد غش، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب علي أن أنبه النائم عن الصلاة أكثر من مرة، أم أنني أكتفي بمرة واحدة؟
لا، ما تكتفي بمرة واحدة بل تكرر عليه حتى يقوم بالصلاة. نعم. ولو أنت كما في الحديث، ولو أنت تنثر الماء على وجهه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم مصافحة المصلين بعد صلاة الفريضة مباشرة؟ اتخاذ هذا عادة هذا ما يجوز، يعتبر من البدعة. أما فعله بعض المرات أو واحد ما شفته سلم عليه ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل بعد أدائه لكل فريضة من الصلوات يقوم بسجود الشكر شكرا لله عز وجل، هل هذا أمر مشروع؟ لا، هذا بدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الذكر الجماعي بعد الصلوات المفروضة، فيقوم الإمام بالذكر هذا حتى يبين للناس ويعلمهم ويرددون وراءه، هل هذا جائز؟ لا، هذا ما هو جائز. عقب الصلاة يعلمهم بدون الطريقة هذه، يعقد لهم درس، يعقد لهم ويعلمهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم دخول المؤذن إلى المسجد وهو جنب لأداء الأذان ثم يذهب ويغتسل بعد ذلك؟ مكروه، مكروه. الأفضل أن يكون وقت الأذان متطهرا، هذا أفضل وأكمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يخبر عن علامات سوء الخاتمة التي تظهر للمغسل عند غسله لبعض الأموات؟ لا، هذا سر، هذا سر، والمغسل مؤتمن، لا يجوز له هذا، يستر عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن الأب والمعلم يكتب له مثل حسنات أولاده وطلابه؟ المعلم نعم يكتب، إذا علم وعملوا بما علمهم يكتب له من الأجر مثل ما يكتب لأولاده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما الأعمال الصالحة التي يجوز إهداؤها إلى الميت؟ التي تدخلها النيابة، مثل الصدقة، مثل الحج والعمرة، الأعمال التي تدخلها النيابة. أما الأعمال التي لا تدخلها النيابة مثل الصلاة، مثل الأشياء المتعلقة بالشخص نفسه، لا، ما يهديها لغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم تفضيل بعض الأولاد بقرض دون بعض؟ إذا كان محتاجا وهم هم محتاجين يخالف، لا بس، نظرا لصفته وحاجته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إذا أمرني أبي بترك الحجاب، تقول، فهل يجوز لي أن أعصيه في ذلك؟ أمرك بترك الحجاب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك بفعل الحجاب، قدمي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: ما حكم سؤال المرأة الطلاق من زوجها؟ أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، هذا حرام ولا يجوز ووعيد شديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم البول أعزكم الله قائما، وماذا يجب على من أصابه شيء من رذاذه؟ البول قائما يجوز للحاجة، مثل إذا كان مكان ما يصلح للجلوس، الرسول صلى الله عليه وسلم بال وهو قائم للحاجة، إذا كان محتاج إلى هذا مع التحفظ من أن يصيبه رشاش البول، وإذا أصابه شيء يغسله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أهدي لي قلم ثم تبين أنه من ذهب، يقول ماذا أصنع به؟ رح لما
الصايغ وخلوه يوخر الذهب الذي عليه ويباح لك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان هل هي تغني عن السواك وتساويه في الأجر؟ نعم، المطلوب تنقية الفم، إذا كانت تنقي الفم وتذهب الرائحة فهي تقوم مقام السواك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم تخفيف شعر اللحية؟ لا، ما يجوز. أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرسلوا اللحى، ما يجوز، ما يجوز أخذ شيء من اللحية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لصلاة العشاء متى يجوز تأخيرها؟ يقول: إذا كانوا جماعة. إذا كان ما يشق عليهم واتفقوا على تأخيرها فلا بأس بذلك، إذا اتفقوا على تأخيرها فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل كل مريض يجوز له الجمع بين الصلاتين؟ حسب حالته، إذا كان يشق عليه كل صلاة في وقتها يجوز الجمع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: مأموم ركع إمامه وهو لم ينتهي من الفاتحة، فهل يتبعه أو يكمل؟ إن كان يكمل الفاتحة ويلحق به فلا بأس، أما إذا كان يبي يرفع الإمام قبل أن يكمل الفاتحة يركع ولو ما كمل الفاتحة، قراءة الإمام كافية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إمام الحي إذا عرض له عارض فصلى جالسا، فهل صحيح أن بقية المأمومين يصلون جلوسا؟ نعم، إمام الحي إذا كان يرجى، إذا كان يرجى شفاؤه وصلى جالسا يصلون خلفه جلوسا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون أو أجمعين. نعم. انتهى فقط. شرطين: أن يكون إمام الحي، والشرط الثاني أن يرجى زوال مرضه. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.